اليوم عندنا موهبة لبنانية شابة بينها وبين الموسيقى الكلاسيكية قصة حب توجها الإصرار على النجاح. صوته يلي جال بالعواصم والمدن حاضر لينقلك لعالم مليان حب إيمان وجمال. ماتيو خضر. صوت أوبيرالي شاب ما منعته محاولات أهله بإبعاده عن الفن من تحقيق ذاته. من أصول يونانية وتركية وحامل الجنسية اللبنانية، ماتيو خضر انطلق من عمر 17 سنة وجمع بصوته 5 أكتاف كانوا بمثابة ملعب لهوايته المفضلة الغناء. موهبة لبنانية جالت العالم بأهم الحفلات والمهرجانات، وكان ماتيو يلفت الأنظار فيها ويثبت قدراته الصوتية الاستثنائية بأهم العواصم الأوروبية. ماتيو من بين 63 كاونتر تينرز بالعالم والوحيد وأول من أدخل أوبرا الباروك للشرق الأوسط. بونسوار، ما حطول عليكم، كلكم نعسانين، بس تقلكم اشكر اول شيء البياف ولجنه البياف وسورتو ميشيل داهر، لانه هو اللي اكتشفني وهو اللي كرمني. وعن جد مثل ما قال المسيو قبلي، انه اذا بلدك بكرمك يعني انت نجحت عن جد بالحياه. وكم عن جد ما حطول، بس بدي اشكر اهلي وكل عائلتي واصحابي اللي رفقوني بكل هالمسيره القصيره بعدها، بس ان شاء الله تكون طويله. والام تي في ومسيو جهاد المور ولبنان اهم شيء، لانه لو ما كنت لبناني عن جد ما كنت طلع مني هالصوت. هذا الشيء اكيد. ميرسي بوكو. نحن بدنا نشكر ربنا على النعمه اللي اعطيك اياها ماتيو. ميرسي بوكو. تفضل على المسرح. مبروك لك ماتيو. نحن